طبعا كلنا عارفين ان خوينا اوباما بيطلع من البيت الابيض بعد ما صار دونالد ترامب الرئيس الجديد، بس السؤال اللي سألوه ناس كثير هو ايش بيسوي اوباما بعد ما يطلع من البيت الابيض. طبعا البيت الابيض مخصص رواتب تقاعد للرؤساء مدى الحياة عشان بعد ما يخلصوا فترتهم الرئاسية ما يشتغلوا بعد كده، واكثر الرؤساء بعد ما خلصوا فتراتهم الرئاسية سحبوا على اي حاجة في الحياة وتقاعدوا. لكن الكلام ده ما ينطبق على اوباما اللي جاء قال انه لسه في حاجات كثير بيسويها بعد ما يطلع من الرئاسة. قبل ما يصير اوباما رئيس امريكا كان يدرس القانون ويمشي يفرفر في كينيا عند اهله ويدخن. وبعدها تقدم للرئاسة وبدأ اسمه يطلع وصار معروف وانشهر واستضافه في برنامج إيلين شو وخرب أمها. Our first guest could make history by becoming the first African American president of the United States. It's an honor to welcome Senator Barack Obama. وبعدها صار رئيس امريكا وبدأت الضغوطات تكثر عليه والخال شيب وحالته صارت سيئة وقفلت معاه صح من الرئاسة. I appreciate the tenor of the conversations. I think it will actually yield results before the end of the year and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much everybody. دحين خوينا اوباما عاطل عن العمل زيه زي لعيبة نادي. الزبدة انه في البيت الابيض في شيء اسمه تسليم الرئاسة، والشيء ذا بياخذ شهرين تقريبا على حسب خبرتي في البيت الابيض بحكم اني كنت اشتغل فيه. يعني اوباما بيصير عاطل عن العمل رسميا مع بداية 2017. وقد قال اوباما انه بعد فترة الرئاسية يبغى يترأس نادي لكرة السلة في الام بي اي، وبرضه يبغى يوسع برنامج اوباما هيلث كير اللي يعالج المرضى ببلاش ومدري ايش. وفوق كذا قال انه يبغى يتكي في واشنطن ويبدا يشتغل كمستشار للرئيس الجديد. لكن اخر شغله هو قالها ما اعتقد انها بتصير، لانه الكلام ذا قاله قبل كم سنه وما كان متوقع انه دونالد ترامب قصت امه الغبيه دي بيصير الرئيس الجديد. واللي ما هو عارف ايش الموضوع بين ترامب واوباما، دول الاثنين كارهين بعض اكثر شيء في الحياه. ترامب ذا قاعد يتكلم ويقول انه اوباما مولود في كينيا وزور شهاده الميلاد حقه وكيف صار رئيس ومستحيل ولا وهيهات ومدري ايش. واوباما ما زودها في الكلام ولا اي شيء ورد عليه بطريقه استحقاريه تدميريه تسكيتيه. دونالد ترامب طلب من اوباما انه يطلع له شهاده الميلاد الاصليه حقه، فقام اوباما رد عليه وقال له انا ما اطلع لك شهاده الميلاد حقي وبس، انا اطلع لك فيديو ولادتي كمان. انه يقول انه سيصدر فيديو ولادتي. انني احذركم انه لا يوجد احد راى هذا الفيديو من 50 عام وانا لم اره ايضا، فهلم بنا نلقي نظره. طبعا انا انسان مالي في السياسه ولا اي حاجه، بس اوباما كانت تعجبني شخصيته بصراحه، مع انه رئيس دوله وعليه ضغوطات وحاجات كثير، بس برضه انسان كوميدي في نفس الوقت، والحاجتين دي صعبه تجتمع في شخص واحد. ودحين في ناس كثير يطلبوا من اوباما انه يفتح قناه يوتيوب ينزل فيها فلوجات وكذا، مع اني ما اعتقد ان الشيء ذا بيصير، لكن لو صار انا اول مشترك عنده يا رجال. وبس كان هذا كل اللي كان عندي.